الجسم، القوائم، وأخيرا الحركة، يتم شطب أعلى وأدنى درجة في كل فئة من فئات التقييم، يتم احتساب المجموع، ويتم التأهل لأصحاب وصاحبات المركز الأول والثاني والثالث من كل مجموعة عمرية. The first filly, filly number one, will be judged by 7 judges according to 5 categories: time, head and neck, body, legs, movement, with half points allowed from 1 to 20, with half points allowed in each category. The highest and the lowest mark will not be calculated. They will be eliminated and they will be not calculated in the total. The top 5 scores in the presentation, the top 1st, 2nd and 3rd to the championship. Good luck. شكرا للعارض والمهرة، ونستقبل المهرة التالية. Thank you filly number one. Thank you handler. Can we have the next please? المتنافسة الثانية أيضا في الفئة الأولى 1000 تحمل رقم 2، ولحظات نتابع ما شاء الله مع أول نتيجة لأول متنافسة المهرة رقم 1. This is the first, the second filly in class 1A carrying number 2, and soon will be announcing the result for the first filly. شكرا للمهرة والعارض رقم 2. Thank you filly number 2. Next please. المهرة التالية. Next. مع متنافسة أخرى وهي المهرة رقم 3، ونبدأ بأول نتيجة للمهرة رقم 1 وهي ساية عز السليمانية من الأب أي جي دينار والأم نون العين. المالك
الأستاذ عبد الغني بن سليمان العلو مربط عز سليمانية. الهوية العربية مرتين 19:30 18:30 الرأس والعنق مرتين 19 3 مرات 18:30 19 الجسم 17:30 18 17:30 مرتين 18 مرتين 17:30 القوائم 15 15:30 15 15:30 ثلاث مرات 15 ودرجات الحركة 18 18:30 أربع مرات 18 18:30 المجموع 88.50 88.50 for the first filly. معنا في الميدان وأمام الحكام المهرة رقم 4، وبالنسبة للمهرة رقم 3 كانت تعاني للأسف من العرج وتم استبعادها. وأول مهرة هي ساية عز سليمانية حصلت على 88.50. ننتقل الآن إلى درجات نشمية العوام من الأب مازن الشقب والأم أس جي زونيا المالك مربط العوام. الهوية العربية 18:30 19 مرتين 18 ونص مرتين 18 18 ونص جمال الرأس والعنق 18:30 3 مرات 18 مرتين 18 ونص الجسم 17:30 من كل الحكام القوائم 15 3 مرات 15 ونص 15 15 ونص و14 ونص الحركة 19 مرتين 18 17 ونص 3 مرات 18 مجموع نشمية العوام 87.50 87.50 for filly number 2 نشمية العوام. The details on the screen for the second filly نشمية العوام with a score of 87.50. And for filly number 3, unfortunately it was this program eliminated. This program is offered by أمام الحكام الآن المهرة رقم 5، وخلال لحظات نتعرف على نتيجة أخرى. نتيجة المهرة رقم 4
شهلة اتش ان من الاب سيف الخالد والام مدام مروان دبليو اس اف لمربط حطين للخيل العربي الاستاذ عمر القرشي. لحظات ونتعرف على نتيجة المهرة رقم 4 شهلة اتش ان. دعونا الآن نودع هذا المهرة رقم 5. Thank you for number 5. Next Philly please. نتابع مع المهرة التالية. إذن دعونا نتعرف الآن على نتيجة المهرة رقم 4 شهلة اتش ان. الهوية العربية لهذه المهرة 18.5 19.5 19 3 مرات 18.5 19. جمال الرأس والعنق 18.5 مرتين 19 و4 مرات 18.5. الجسم 17.5 مرتين 18 3 مرات 17.5 و18. القوائم 15.5 15.5 15.5 مرتين 15 14.5. درجات الحركة لشهلة 18.5 19.5 19 18.5 3 مرات 19. وأعلى مجموعة حتى الآن في الفئة 89 درجة للمهرة رقم 4. 89 points on the screen with all the details for filly number 4 شهلة اتش ان by سيف الخالد out of مدام مروان WCF. The highest score till now 89 points. شكرا للمهرة رقم 6. Thank you for the number 6. Next please. المهرة التالية. مع دخول هذه المهرة نتعرف على نتيجة المهرة رقم 5 وهي مروة العون. مروة من الأب هلال الخالدية والأم رسولة الخالدية. المالك مربط العون للأستاذ محمد بن راشد بن ناصر آل عون التميمي. هوية العربية لمروة العون 19.5 4 مرات وأول 20 ومرتين 19.5. برافو. جمال الرأس والعنق مروة العون 19.5 20 20 19.5 3 مرات و20. برافو. الجسم 4 مرات 18 مرتين 18.5 وآخر درجة 18. قوائم
ثلاث مرات 15.5 16 14.5 مرتين 15 الحركة 19 19.5 19 18.5 19.5 مرتين 19 مجموع مروة العون 91.70 أعلى مجموع لمهرة ما شاء الله بعمر سنة سوبر سكور 9170 for a yearling filly filly number 5 مروة العون owned by العون أستاذ 9170 leader in the lead أعلى مجموع برافو تغادرنا هذه المهرة شكرا للمهرة رقم 8 والعارض ونتابع مع المهرة التالية next filly نعود للنتائج ونتعرف الآن على نتيجة المهرة رقم 6 وهي أم تي أوليلا من الأبدي شخاط والأم أم أليسا المالك الأستاذ متعب بن سعد لطخيس ومونتانا هنكي الهوية العربية 19-19.5 مرتين 19-3 مرات 19.5 جمال الرأس والعنق 19-19.5 ثلاث مرات 19 مرتين 19.5 الجسم لإيلوليا 18 من كل الحكام القوائم 15-15.5 15 مرتين 15.5 15-14.5 درجات الحركة 19-19.5 19-18.5 19-19.5 المجموع 90.70 والمركز الثاني المؤقت 90.70 for filly number 6 MT Ilolia owned by Mr. Mitab Saad Latqis With a score of 90.70, she's standing temporary in second place. 90.70. Thank you, filly number 7. شكرا للعارض والمهرة رقم 7 ونتابع مع المهرة التالية. Next filly. المهرة رقم 10 في الميدان ونعود إلى النتائج معي نتيجة المهرة رقم 8 وهي مضاوي الوصيل من الأبديع الناصر والأم مضاوي الجنادرية لمربط بن سمار الأستاذ سلطان حامد بن سعود العتيبي هوية العربية لمضاوي 19.6 مرات 19.5 جمال الرأس والعنق 19.4 مرات 19.5 19-19.5 الجسم 3 مرات 17.5 مرتين 18-17.5 18.5 قوائم مرتين 15.5 15-15.5 15-15.5 14.5
درجات الحركة مضاوي الوصيل 19 20 19 ونص 19 19 ونص 19 ونص، مجموع مضاوي الوصيل 91.20 في المركز الثاني بعد مروى العون. برافو. 91.20 the second highest score for filly number 8. She is مضاوي الوصيل. She is by بديع ناصر out of مضاوي الجنادرية, standing in second place. 91.20. Thank you for the number 10 and thank you handler. Next piece, تابع مع المهرة تالية. Next filly. المهرة رقم 14 في الميدان, ومعي نتيجة المهرة رقم 7 أريام الفارس من الأب RFI فريد والأم روان الجاسمية, المالك الأستاذ خالد بن عبد العزيز بن سعد الموسى. درجات أريام الفارس 7 مرات 19, إذن 19 من كل الحكام لأريام الفارس الهوية العربية. جمال رأس العنق 19 19 ونص, وخمس مرات 19. الجسم 18 18 ونص 18 18 ونص, وثلاث مرات 18. القوائم 15 ونص مرتين 15 مرتين 15 ونص 14 ونص 15. درجات الحركة 3 مرات 19 18 ونص 19 18 ونص 18. مجموع الأريام فارس 90.10, وفي المركز الرابع المؤقت. A score of 90.10 on the screen with all the details for filly number 7 أريام الفارس, owned by Mr. خالد عبد العزيز الموسى, standing so far in 4th place with a total of 90.10. Thank you filly number 14 and thanks for the handler. Next filly please, المهرة التالية. Next filly. مع دخول المهرة الموجودة الآن في الميدان تستعرض أمام الحكام, ننتقل إلى نتائج تعليق
تعرف على نتيجة المهرة رقم 10. ورد آل زايد من الأب شمال الخالدية والأم عليا آل زايد لمربط رمز للمالك الأستاذ نايف حماد هليل العتيبي. هوية العربية لورد 19 مرتين 19.5 19 19.5 19 19.5. جمال الرأس والعنق 3 مرات 19.5 19 19.5 19 19.5. الجسم 17.5 18 17.5 18.5 18 ومرتين 17.5. القوائم 14.5 15.5 14.5 4 مرات 15. درجات الحركة لورد آل زايد 19.5 20 19.4 مرات 19.5 ليصبح مجموعها 90.80. وفي المركز الثالث برافو المؤقت. A score of 90.80 with good movement score for filly number 10 Word Al Zayed standing in third place. 90.80, the details on the screen for this filly number 10. So that was filly number 12 leaving the ring. Thank you. Next please, المهرة اللي بعدها. Next filly. ننتقل إلى درجات المهرة رقم 14 وهي شيهانة الأول من الأب غيث الزبير والأم بيترا بي أس. المالك مربط الأول للخيل العربية الأصيلة المالك سعد عبدالله سعد عبدالله التويجري. درجات شيهانة الأول 19.7 مرات للهوية العربية. جمال الرأس والعنق 3 مرات 19 18.5 3 مرات 19. الجسم 18 من كل الحكام. القوائم 15.4 مرات 15.5 ومرتين 15. حركة 18.5 19 3 مرات 18.5 و19 و18.5. مجموع شهانة الأول 89.60 في المركز السادس المؤقت. Score of 89.60 on the screen with all the details for filly number 14 شيهانة الأول owned by الأول استاذ. شكرا للمهرة والعارض مهرة رقم 15 ونتابع مع مهرة أخرى. Next filly please. إذن المهرة الموجودة في الميدان رقم 16 ولا تزال الصدارة بأعلى مجموع 91.70 لمروى العون. وفي المركز الثاني المؤقت أريام الفارس. ننتقل لدرجات المهرة رقم 12 أصايل
وقت لصايل من الأب ديزايند والأم جوهرة الفلاحية لمربط المسعود الأستاذ محمد عبد الله بن محمد المطيري. درجات الهوية العربية لأصايل وقت لصايل: الهوية العربية 19 19.5 19 18.5 و3 برات 19، جمال رأس العنق مرتين 19 مرتين 18.5 19 18.5 و19، الجسم 18 عنده 6 حكام وآخر درجة 17.5. قوائم 15.5 5 مرات، والحكم السادس 15 وآخر درجة 14.5. الحركة مرتين 19 18.5 4 مرات 19، مجموع أصايل وقت لصايل 90.20، والمركز الخامس المؤقت. The result of filly number 12, أصايل وقت الأصايل owned by المسعون stud is on the screen. Score of 90.20, temporary in 5th place. 90.20. Thank you, filly number 16, and thanks for the handler. Next, please. المهرة اللي بعدها. عودة إلى النتائج، ونتعرف على نتيجة المهرة رقم 15، وهي لوجين القاسمية من الأبعين جيم فايق والأم آي آر شهلة، المالك مربط القاسمية الأستاذ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله القاسم. هوية العربية لليوجين 19 3 مرات 18.5 و3 مرات 19، الرأس والعنق 19 18 19 18 مرتين 18.5 و19، الجسم 17.5 3 مرات 18 مرتين 17.5 18، القوائم لجين 14.5 15.5 14.5 15.5 15.5، الحركة لجين القاسمية 19 مرتين 19.5 18.5 19 19.5 وآخر درجة 20، ليصبح المجموع 89.70 في المركز السابع المؤقت. A score of 89.70 for filly number 15 لوجين القاسم. Good so far for 7th place. نشكر الحكام مسؤول الساحة. Thank you ringmaster, thank you judges. The last filly left the ring. غادرت آخر مهرة. غادرت آخر مهرة، وبالتالي نتابع الآن مع المهرة رقم 16، وهي المهرة صمود الشريف. صمود من الأب خالد الحم ومن الأم كنزي، المالك الأستاذ مشاري زيدان زعيل المطيري. هوية العربية لصمود 19 مرتين 19.5 19 19.5 3 مرات ومرتين 19، الرأس والعنق 19 مرتين 19.5 18.5 و3 مرات 19، الجسم
17.5 وخمس مرات 18 و17.5 القوائم 14.5 مرتين 15 14.5 15 14.5 15 درجات الحركة 19 عند 6 حكام وآخر درجة لصمود الشريف 18.5 يصبح المجموع 90 درجة وفي المركز السابع المؤقت. The score of 90 points for filly number 16 صمود الشريف. She is by خالد الحمد. خالد الحمد out of Kenzie with the score standing so far in 7th place. إذن أعزائي تبقى لدينا نتيجة أخيرة لآخر المشاركات وبعدها نتعرف على المراكز. So we will have now the result of the last filly and then the top 5 winners. This program is offered by معنا الآن نتيجة آخر مهرة رقم 17 وهي المهرة كاملة كاملة الخالد من الأب اف اي الرشيم والأم كار بن الخالد المالك مزرعة الخالد الأستاذ خالد بن أحمد بن بكر بقدو هو العربية اللي كاملة 19 عند 6 حكام و 18.5 جمال رأس العنق مرتين 19.5 ثلاث مرات 19 الجسم 17.5 خمس مرات 18 17.5 القوائم 15 عند كل الحكام حركة لكاملة الخالد 18.5 19 18.5 18 مرتين 18.5 و18 المجموع 89.50 89.50 on the screen with all the details of the last filly Filly number 17, Kamla Al-Khalid, owned by Al-Khalid Fa. بعد أن تعرفنا على نتيجة آخر مهرة نتعرف على الفائزات في المراكز الخمسة الأولى Top 5 winners مبروك للمهرة رقم 5 مروة العون المركز الأول مرة رقم 8 مضاوي الوصيل في المركز الثاني المهرة رقم 10 ورد آل زايد في المركز الثالث المهرة رقم 6 أم تي إلوليا في المركز الرابع والمهرة رقم 12 أصايل وقت لصايل في المركز الخامس The top 5 scores on the screen Filly number 5 8 10 6 and 12 خلينا نستقبل الفائزات وسوف يتفضل مشكورا رئيس اللجنة المنظمة ومدير البطولة الأستاذ متعب بن زيد الشمري لتتويج الفائزات بعد دخوله Winners of this class let them in and congratulations Come on.
إذا أنت تصطف الفائزات من المهرات بعمر السنة، فائزات المركز الفئة الأولى ألف في المراكز الستة. ونستقبل مشكورة رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة الأستاذ متعب بن زيد الشمري، رحب به. ونبدأ بتتويج المهرة التي حصلت على المركز الأول. مبروك للمهرة رقم 5، مبروك لمروة العون، ونبارك لهذه المهرة والمالك مربط العون الأستاذ محمد بن راشد بن ناصر التميمي. In first place she is filly number 5 مروة العون by هلال الخالدية out of مرسولة الخالدية. مبروك. المركز الثاني للمهرة رقم 8 مضاوي الوصيل، مضاوي من الأب بديع الناصر والأم مضاوي الجنادرية. مبروك لمربط بن سمار الأستاذ سلطان حامد بن سعود العتيبي. فيلي نمبر 8 مضاوي الوصيل in second place congratulation. وفي المركز الثالث ورد آل زايد رقم 10، نبارك لمربط رمز الأستاذ نايف حماد هلال العتيبي. So in third place she is filly number 10 ورد آل زايد. ومعنا إلى المركز الرابع من نصيب المهرة رقم 6 وهي أمتي أوليليا. مبروك للمالك لهذه المهرة الأستاذ متعب سعد لطخيس ومونتانا هنكي. وجاءت في المركز الخامس المهرة رقم 12 أصايل وقت الأصايل، نبارك لمربط المسعود والأستاذ محمد عبد الله ابن محمد المطيري. Fifth place goes to filly number 12 أصايل وقت الأصايل. ألف ألف مبروك لكم جميعا، والشكر والتقدير لرئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة ومدير البطولة الأستاذ متعب بن زيد الشمري، وإن شاء الله دائما من الفائزين. Congratulations to all the winners and the handlers and the owners and our sincere thanks for the show manager, the head of the high committee, Mr. متعب بن زيد الشمري. Thank you.